واضح؟ سلسلة أفخاخ. هيقوم قايل لي نعم هذا الكلام للآب، أو كلام يسوع كلام الآب، أو كلامه من الآب. أقول له جميل قوي، إذا كلام يسوع بلا استثناء، يسوع ما استثناش، ما قامش قايل لأ من 6 لـ 9 كلامي ومن 9 لـ 12 كلام الآب، ما قالش كده، لأ على طول الطريق كلام إيه؟ كلام للآب. أقول له حلو قوي، اتفقت معايا إن كلام يسوع هو كلام للآب؟ يقول لي آه. أقول له إذن ربك له رب وإلهك له إله والآب له آب. يقول لي إيه؟ إزاي؟ أقول له لحظة، إحنا اتفقنا مع بعض إن كلام يسوع هو كلام للآب. الآب اللي هو مين عندهم؟ اللي هو الله خالق السماوات والأرض، اللي هو الله خالق السماوات والأرض. هم بيسموه الآب، إحنا لا نسمي الله بالآب، لا يجوز تسمية الله بالآب أو إنه أب. النبي قال شتمني ابن قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، أما شتمه إياي أن قال لي ولد وأنا الواحد الأحد إلى آخره. تمام؟ فين بقى يسوع بيقول على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ما تنساش كلام يسوع كلام للإيه؟ للآب. يبقى الآب بيقول لمين إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يبقى الآب اللي بيتكلم له إيه؟ له آب. أنا خد بالك خليتهم ربوع مش تلوت، لا 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 كده أصبحوا 4 مش 3. شفت أنا زودت لهم أقنوم. يوم واحد قال لي فين يا عم الربوع؟ أقول له إحنا في عندنا الآب، عندنا الأول الروح والابن والآب وليه آب، يبقى دول كام؟ 4. الآب له إله، يبقى دول كام؟ 4 مش 3. المهم لمين لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وفي مرقس 15:34 صرخ بصوت عظيم إلوي إلوي يعني إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يبقى الأب بيقول لي مين إلهي إلهي؟ يقول لي لا مش صحيح، ده ما يقصدش كده، ده مش الآب، ده الابن يقصد الابن. بيقول أقول لا أنت مش فسرت لي لسه من شوية إن كل كلام ليسوع هو كلام للأب، كلام يسوع كلام الأب. يسوع لما يتكلم يبقى الأب بيتكلم، أو إن كده الكلام هنا في اللحظة دي أنت تقدر تحكمه، ساعتها هيقوم مفرق يقول لك لا ده كلام الأب حاجة وكلام الابن حاجة. أقول لك بس يا معلم كده أنت بتعبد إلهين، كده معايا 2 أهو، عندي آب ابن. الأب لما يتكلم الابن ما يتكلمش، الابن لما يتكلم الاب ما يتكلمش، ام او يبقى كلام الاب هو كلام الابن، يبقى الاب له اله والاب له اب. شفت الحته دي؟ شفت الحته دي؟ هاي يجيب مربع، يجيب مربع ما يجيبش مثلث. انتوا واخدين بالكم ولا ما واخدينش؟ ركزوا. تمام؟ طيب ايه رايكم؟ لسه احنا ده كده تمهيدي، لسه الفخ اللي بعده واللي بعده السكه كلها افخاخ. انا عامل النظام ده نظام اللي هيشوف المناظرات مع المنصرين بتوع المنصرين والشمامسه وكده هيعرف ان كل الحوار بتاع التالوت ده عباره عن فخ ورا فخ ورا فخ ورا فخ ورا وهكذا وهكذا على طول الطريق. شوف كده الجدع اللي يسد بقى، الجدع اللي يسد. هيطلع لي واحد يقول لي لا من النصارى، لا ده إلهي إلهي لماذا تركتني دي لا ما يقصدش بيها ان الآب. يقول لهم مال مين يا عم؟ يقول لي لا دي نبوءة عن معرفش مين، مع ان ده كلام فارغ، نبوءة عن مش عارف داود وفي العهد القديم والمزامير وإلهي إلهي بالليل أنده ما حدش بيرد، بالنهار أنده ما حدش برضو بيرد. الكلام ده كلام فاضي، بس مش مشكلة تنزل. ماشي انت عايز تقول ان دي نبوءة؟ نبوءة ما عنديش مشكلة. خلاص عندك في يوحنا 20:17 قال لها لا تلمسيني لأني أصعد إلى أبي وأبيكم، أهو
يسوع بيتكلم بلسان، واحنا اتفقنا ان كلام يسوع هو كلام للاب. الاب بيقول اصعد لابي وابيكم والهي والهكم. مين ابو الاب؟ مين اله الاب؟ انت اللي فات قلت لي نبوءه وقعدت تتنبأ لي فيها، خد اللي بعده اهو. كلام لا ليه دعوه بنبوءه ولا منبوءاش. يسوع اللي هو كلامه اصلا كلام للاب، هيصعد الاب، هيصعد للاب والاب هيصعد لالهه. واضح؟ وعندنا ايضا في مرقس 14 36 يسوع اللي هو المفروض الاب يتكلم، نظر للسماء وقال ايه؟ يا ابا الاب كل شيء مستطاع لك. مين بقى ابو الاب؟ مين ابا الاب ده؟ المفروض اللي بيتكلم الاب. شفتوا؟ شفتوا؟ انتوا لو تفتكروا انا قلت لكم النصين الاوائل مع الثلاث نصوص دول هيعمل في مخ المسيحي قفله. عارف قفله؟ عارف لما تجيب موجب وسالب مش هتحطهم مع بعض مره واحده، لا 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 لا، ده انت هتجيب واحد وتقوم حاطط له الموجب هنا والسالب هنا. ايه اللي هيحصل؟ القفله هتحصل جوه، مش هيحصل لك قفله بره. القفله جوه موقه نفسه، هتقوم داخلين الطيارين مع بعض، بوم. شفت الفكره؟ هيدخلوا مع بعض كده ومره واحده يقوموا ضاربين جوه. في الوقت ده، في الحركة اللي أنا قلتها لك دي، وفي الوقت ده هتسمع أحلى تخبيط سمعته في حياتك. اقعد كده واستكيف بالتخبيط اللي هتسمعه من المسيحي، وهيجيب لك وفي التكوين حصل، والفدا والصلب، وبخمسة جنيه جبنة رومي، في مش وسندوتشين حواوشي عند اللاويين، خرجنا من الخروج كان الصليب، كان الرومان جنب جبنة الرومان، نبوءة عن الجبنة الرومي. هتلاقي أحلى شوية تخبيط حصل، تقعد بقى كده وتتكيف باللي هيتقال. ليه؟ حصل فيوز ضرب في شوية النصوص اللي ورا بعض. حياك الله يا علي زيزو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمتوا؟ فهمتم كده النقطة دي؟ ده ايه بقى؟ ده أول فخ. احنا لسه، احنا قلنا إن احنا بنعمل ايه؟ ستيب باي ستيب ستيب. خليك مع الزبون على الهادي. في بعض الإخوة تك 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 على السخان، ينجز مع الزبون، تمام. لكن يعني كل واحد على حسب ايه؟ على حسب دماغه. كل واحد على حسب دماغه. في واحد حابب يعمل الحوار بحيث يفيد الناس. انا بقى عن نفسي حاجات كتيره والله بلاقي نصراني مفيش خالص، ومصمصم على ما في مخه، وده مفيش هنا مفيش، بكمل معاه لسبب واحد، هو بالنسبه لي مش مهم خالص، مالص بالص، كأنه مش موجود. أمال مين مهم؟ المستمع. أنا بشتغل للمستمع مش ليه هو خالص. فهمتوا؟ طيب خلصنا النقطة التانية، أتمنى تكون فاهمينها. لسه بنسخن. في عندنا الروح القدس ليها موضوع تاني بقى، بس مش موضوعه الآن. كان أخونا الشيخ صلاح بيقول النص بتاع النص اللي هو بتاع التعميد، النص ده حلو وجميل قوي، وعندي فيه طرح حلو وممكن ما سمعتوش قبل كده. شوف كده، عندنا النص ده في إنجيل متى اصحاح 3 عدد 16 بيقول خدوا بالكم من الأسئلة اللي بتتسأل أهم من النص، لأن الأسئلة حتى لو مش موجود نص هو فاهم أنت عايز تقول إيه، لأنه شاف الحاجات دي في الكنيسة، صوت وصورة وفيديوهات وشغل منه، شغل عالي قوي يعني. تمام؟ للأسف الشديد إحنا كمسلمين للأسف إلا من رحم الله ما عندنا اهتمام بديننا زي ما عند عباد الإنسان اهتمام بدينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله يردنا إلى دينه ردا جميلا يا رب، آمين وإياكم. السؤال هيبقى كالآتي: في التعميد حال ما تعمد يسوع، هل الآب تعمد في الماء؟ النص موجود في متى 13 و16، قلنا النص بيقول كده: فلما اعتمد يسوع اللي هو الابن صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة. روح الله ده عندهم الروح القدس، مثل حمامة، وآتيا عليه وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. متى 3:16. السؤال بقى اللي هنوضح بيه: هل الابن تعمد؟ هيقول لك اه. هل الاب تعمد؟ هيقول لك لا. هل الروح القدس تعمد؟ هيقول لك لا. يبقى ازاي التلاتة واحد؟ ازاي بتتكسف الحمامة بتتكسف يعني؟ عشان كده سكت يا علي. ده الحمامة دي ليها روح القدس، ده ليه موضوع تاني خالص، ده ليه خربطة تانية خالص كله في الكتاب. يبقى ازاي اله واحد والابن تعمد، الروح ما تعمدش، الاب ما تعمدش، يبقى ازاي التلاتة دول واحد؟ كده مش واحد، كده ده شركة اهو. لسه احنا لسه في الاول زي ما بقول. هل الابن على شكل حمامة؟ هيقول لك لا. هل الاب على شكل حمامة؟ هيقول لك لا. هل الروح القدس على شكل حمامة؟ هيقول لك اه. ازاي الابن والروح القدس مش حمامة، الابن والاب مش حمامة والروح القدس حمامة، وتقول لي واحد؟ لا، كده انت بتعبد ثلاثة، كده شركة اهو. وانا ضربت لكم المثال بالايه، بالصورة اللي هنا. اهي خلينا نضرب مثال تاني، تمام، خلينا نجيب الصورة تاني. النص بيقول ادي اهو، ادي الاب، ادي الحمامه. خلينا نعمل كده عشان نشوف ايه اللي عندكم وتعامل. ادي الحمامه اهي، ادي الاب، ادي الاب. السؤال هنا ها، اظن الصوره عندكم واضحه كده. ده كان على شكل حمامه، هل الاب على شكل حمامه؟ لا. هل الابن على شكل حمامة؟ لا. يبقى الروح القدس بس على شكل. ازاي تقول لي التلاتة دول واحد؟ انت كده بتضحك عليا، انت كده بتشتغلني، انت كده بتستغفلني بقى، وهذا هو اغتصاب العقول. تاني، هل الابن اتعمد؟ نعم. الحمامة اتعمدت؟ لا. الاب اتعمد؟ لا. يبقى ازاي التلاتة واحد؟ ازاي التلاتة واحد؟ هل الاب اتصلب؟ لا. هل الابن الروح القدس اتصلبت؟ لا. هل الابن اتصلب؟ ايوه. ازاي ده اتصلب ودول ما اتصلبوش، وتقول لي التلاتة واحد؟ النص اللي معانا اللي بنتكلم فيه: فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مين اللي قال هذا هو ابن الحبيب؟ هل الابن قال هذا هو ابن الحبيب؟ لا. هل الروح القدس قالت هذا هو ابن الحبيب؟ لا. هل الاب قال؟ نعم. يبقى ازاي الاب هو القائل هذا هو ابن الحبيب، والابن ما قالش والروح القدس ما قالتش، وتقول للتلاتة واحد؟ ده شرك، ده شرك. وهكذا في بعض الاخوة ممكن يطلعوا اسئلة تانية في الموضوع ده بالنص ده. صح، انطلق انطلق جرين دايزر. نعم انطلق، اضرب يا سمسم، اضرب يا سمسم، افتح يا سمسم، اضرب يا سمسم، واخدين بالكم؟ المهم، ادي النص بتاعنا اللي بنتكلم، ده نص المفروض ان النصارى بيستدلوا بالنص ده على التالوت. انت بقى قوم قالب الاستدلال نسيت اقول لكم على مسألة برضو، ولله الحمد والمنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مسألة التالوت ومسألة وهذه المسائل يا إخوة، حاول تتعلم إزاي تقلب دليل الم
مخالف عليه. ايه رأيكم؟ عند النصارى ايه دليل أدلة ألوهية يسوع؟ بصوا كده من استدلالات يسوع عندهم ان يسوع هو الله، الله يقول لك انا والاب واحد، اقسم بالله انا بخلي انا والاب واحد حجة عليه، بقلب الدليل نفسه عليه انه دول اتنين مش واحد، ان ده شرك. يقول لي من رآني فقد رأى الاب، بقوم قالب الدليل نفسه عليه، بيقول لي قبل ابراهيم انا كائن، كائن ايه؟ كائن حي مش مشكلة، بقوم قالب الدليل عليه انه مش اله. بيقول لي مش عارف من رآني فقد رأى الاب، انا بقلب الدليل عليه. بيقول لي مش انا في الاب والاب في، بقوم قالب الدليل عليه. حاول تتعلم ازاي تقلب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي تقلب الدليل بتاعه، الحجه بتاعته تخليها حجه عليه، دليل ادانه. فاهم الفكره؟ ساعتها هيهرب منك، يقول لك ده لا، ما تخلينيش احور ده. ليه؟ ده كل ما اقول له كلمه يا عم الحاج ومقلبها عليا. يعني شوف انتوا المسلمين البدايه والنهايه، ده انا ابقى اعملها دي، ابقى اجهز لها رد خاص لوحدها. شوفوا انتوا يا مسلمين الاصل المسلم لما بيحب يهرب من موضوع لاهوت يسوع، ما له ما هو يسوع بيقول ابي اعظم مني، يبقى هو فرق بله. لا، ده هي دي حلوه برضو بلا شك، ادله عدم لاهوت يسوع بان ابيه اعظم منه والكلام ده كله، مفيش مشكله. مفيش مشكله، بس ازاي تقلب الدليل نفسه من النصراني نفسه عليه، تخليه حجه عليه. على سبيل المثال انا والاب واحد، السؤال هنا اول شيء يوم قال لي انا والاب واحد، سؤال هل يسوع هو الاب؟ لو قال لك اقول له هو الاب، قول له حلو قوي، اذا الاب عندكم مات على الصليب الله يرحمه. لا لا لا، ده مش لا لا، اللي اتصلب الاب وانت يا مسيحي مهرطق كما سابيليوس الذي حرمته الكنيسه، ومخالف لكلام ابوك شنوده، بل ومخالف للكتاب. ليه يا عم؟ اقول لك اهو، انا ركز معايا، انا وي 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 الاب، انا والاب، انا والاب، انا وي وي وي. لو كانوا واحد لماذا وضع الواو؟ لو كانوا هم في الاصل واحد لماذا قال وي؟ يعني مين معايا في الموجود هيعلق اهو؟ اخر واحد محمود سمير، انا ومحمود سمير واحد. لو انا محمود سمير لماذا اضع الواو؟ ما انا اقول كده انا محمود سمير. هب اني دلوقتي طلعت على المايك قلت لكم انا ومحمد نصيف واحد، انتوا هتقولوا ايه؟ ايه الجنان ده؟ طب ما انت محمد نصيف، طب ما احنا عارفين انت محمد نصيف، يعني طالع بدورين يعني ولا تو او؟ طب ما احنا عارفين ان انت محمد نصيف، لماذا تضع الواو اصلا؟ الا اذا كان عندي شيزوفرينيا او انفصال في الشخصية، مش انفصام انا بسميها، انفصال في الشخصية. ده بقى ده بقى محتاج علاج، مش محتاج انه يتعلم يقول ايه وكده. فهمتم؟ احنا كنا في التالوت كل شوية بنخرج، الله المستعان. فهمتم؟ فعندنا النص